حبك يا ريس، حبكم يا ريس، يا ريس خلاص عايزين نسمع بعض، خلاص يا ليه اقعد 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 اجلس، حد يهديه ونبي يديله خونة. أول حاجة طبعا بنقرا الفاتحة على روح الكابتن الكبير أحمد مصطفى والأستاذ محمود بدر الدين أمين صندوق النادي السابق، الله يرحمهم الاثنين، ادوا للزمالك كتير. نقرا الفاتحة. فكرني مش شايفك، شكر وتقدير لأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين. حضرتك أتمنى كانت حاطط إيدي على خدك وأقعد أرد عليك. كلام واضح. اتفضل. أيوة. سعيد جوفي. اتفضل. اتفضل. الناس جاية تفرح مش جاية تعزي. مش فاكر نفسك في عمر مكرم ولا الحمدية الشاذلية. ربنا يهديك. انت بص، انت بص بورسعيد منين؟ خلاص يا جماعه من فضلكم. اولا ما شاء الله صوتك من غير ميكروفون اعلى من صوتك. هذا الجمهور العظيم هو اللي رجع المجلس المنتخب تاني على جلسته، هو ده الجمهور. وصوتكم وصل للدولة كلها. بدأ بالسيد رئيس الدولة، السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الشباب وكل رؤساء الأجهزة السيادية، صوتكم كان مسموع. أول مرة في التاريخ في كل أندية مصر يجي اللي اسمعهم مسجلة بس 48,000 وشويه غير 15,000 كانوا جوه. ده نادي محترم واعضاء محترمين، فليهم كل الشكر.